اولا سعيدين بافتتاح الميدل ايست تريل في العاصمه ابو ظبي، لاول مره يقام في ابو ظبي. المعرض اكبر ولقي حضور كبير من الوزراء ومن المشاركين، وان شاء الله ان هذا الحدث راح يكون اكبر واكبر في المستقبل. دولة الامارات تعيش فترة استثنائية الان برحيل القائد المرحوم باذن الله الشيخ خليفة بن زايد، الذي كان في فترة حكمه قامت هذه المشاريع الكبيرة، ولكن عزائنا هو في قيادتنا الجديدة السيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، اللي إن شاء الله نحن متأملين أن دولة الإمارات راح تنتقل نقلة نوعية في قطاع النقل وفي قطاع الخدمات وفي قطاع الطاقة في عهد صاحب السمو. طبعا دور دولة الإمارات في توازن الأسواق هو دور كبير مع زملائها في تحالف الأوبك بلس، ونحن مستمرين في هذا العمل نحو توازن الأسواق بقدر ما نستطيع. ونحن باجتماعنا الأخير قلنا أن نرى أن الأسواق متوازنة، وإن شاء الله كل شهر هناك اجتماعات ونحن نساهم فيها. بالنسبة للهيدروجين ودور الهيدروجين في النقل، نعتقد نحن أن الهيدروجين راح يكون له دور، وكذلك يعني القطارات مستقبلا سوف تعمل كذلك بالكهرباء وبالطاقات الجديدة. رأينا من ضمن العارضين قطار يعمل بالهيدروجين، والشركات العاملة تعمل على الحلول يعني استخدام الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة في المستقبل. ولكن نحن فخورين ب يعني ما يقام على أرض دولة الإمارات من مشاريع في قطاع النقل. الوزارة أطلقت كذلك استراتيجية الدولة للتنقل الذكي السمارت موبيليتي، وهذه الاستراتيجية تقوم على مستهدفات بيئية من تقليل ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل. قطارات الاتحاد أو الاتحاد للقطارات يكون لهم دور كبير عندما تكتمل المنظومة في تخفيض البصمة البيئية، تقليل نسبة الحوادث، وكذلك عندنا رؤية معاهم للنقل، نقل الركاب عن طريق القطارات. الربط مع دول الخليج مهم جدا، في نقاش مع الأخوة في عمان، الربط مع سلطنة عمان، وفي نقاش كذلك مع الأخوة في المملكة لكي نربط مع المملكة العربية السعودية. وقطارات شبكة الربط الخليجية أو الأمانة العامة لهذه لدول مجلس التعاون أقرت، والقادة أقروا إنشاء يعني أمانة للقطارات، وسوف تقوم هذه يعني الأمانة بالعمل على تسريع وتيرة مشاريع الربط الخليجي في قطاع القطارات. والقطارات هي المستقبل، والحمد لله نحن في دولة الإمارات بدأنا يعني مبكر، وبدينا تقريبا يعني نرى اكتمال في السنوات القليلة القادمة. سوف تكتمل الشبكة لدينا، ونركز إن شاء الله بعدها على الربط مع أشقائنا في دول مجلس التعاون. جزء من استراتيجية النقل الذكي هي أن نكون جاهزين للمستقبل. طبعا عندنا الآن في بعض الدول سيارات، أو في بعض المصنعين لديهم سيارات تعمل بالهيدروجين، الهيدروجين سيل كارز. فنحن في دولة الإمارات كنا أول دولة نخرج عن طريق مجلس الوزراء اعتماد لتشريع اللي هو استخدام السيارات التي تعمل بطاقة الهيدروجين. هذا التشريع موجود في دولة الإمارات، الوزارة عملت عليه وتم إخراجه، مش وزارة الطاقة اللي عملت عليه، وزارة الصناعة اللي عملت عليه، والمواصفات والمقاييس في دولة الإمارات. فنحن فخورين أن كنا نعمل معاهم وخرج هذا المقياس، وهو أحد المقاييس التي تشرف عليها وزارة الصناعة.
ويعني هذا دليل على أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بقطاع الهيدروجين، سواء كان الهيدروجين الأزرق أو الهيدروجين الأخضر. ومثل ما قلت لكم يعني نحن نسعى من الاستراتيجية النقل الذكي أن نستهدف مستهدفات بيئية ونقلل من ثاني أكسيد الكربون، وفي نفس الوقت نزيد من كفاءة الشبكات النقل، نقل البضائع وكذلك نقل الركاب في دولة الإمارات. هذا يوم مهم في قطاع السكك الحديدية في المنطقة. تشرف الاتحاد القطارات باستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية بنسخته 16، يقام للمرة الأولى في مدينة أبوظبي بحضور كوكبة ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في المجال هذا من جميع أنحاء العالم. اليوم حضورنا يتزامن مع بعض الإنجازات اللي تم تحقيقها في دولة الإمارات على مستوى تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية. وصلنا إلى 75% من إكمال مشروع المرحلة الثانية اللي تمتد من الغويفات إلى الفجيرة، شبكة متكاملة لنقل البضائع والركاب يتم تطويرها على نسق متسارع جدا. المؤتمر اليوم يضم خبراء من تخصصات مختلفة من مناطق مختلفة، يتكلمون عن تحديات وعن حلول وعن تطلعات للمستقبل، كيف نقدر ننتقل بصناعة السكك الحديدية أنها تكون مواكبة لتطلعاتنا في المستقبل، وكيف نريد نستخدمها في المستقبل نحن كمستخدمين سواء للبضائع أو للركاب. مع تقدم الإنجازات في العمل نطلع إلى كثير من الفوائد اللي ممكن نجنيها من خلال السكك الحديدية. نتكلم عن فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية عديدة ممكن تحقق من خلال الاعتماد على السكك الحديدية كوسيلة نقل آمنة ومستدامة في المستقبل القريب بإذن الله.